السلام عليكم شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم مصطفى. شباب، هذا الدرس عن التقاسيم، بنرجع للتقاسيم مع انه انا اعطي هذا الدرس من زمان بس لسه في شباب عم تطلبه. بدنا نحكي عن التقاسيم، مش انه اعلمكم تقاسيم، بدنا نحكي كيف نتعلم التقاسيم، كيف نعزف التقاسيم. ما بدنا نتعلم تقاسيم، بدنا نعرف كيف هي التقاسيم هي بتنعزف. ماشي، يعني رح نشتغل على امثله ورح احاول بسط لكم الصوره قد ما فيكم. شباب، الموضوع جدا سهل. يعني اليوم مو معقول انت تعرف تحكي انجليزي، تعرف تحكي عربي، وفي ناس تحكي الماني، وفي ناس تعلمت ملايين المعلومات، ولليوم ما بتقدر تحط 7 علامات براسك شو نغماتهم. شو يعني 7 علامات؟ يعني اليوم انت دوري مي فا صولا سي، اذا ما هدول يعني هال7 نغمات اذا ما انحفظوا براسك نغمتهم وكيف ماشيين، فانت لا تزعلوا مني، يعني الواحد حرام يكون حتى بالحضانة. يعني ماشي، هدول بدك تحسهم، هدول هم اللي يعني هم لسانك على الأورج. يعني هاي الكبسات كلها المفلوشة ما دخلنا فيها، نحن دخلنا من الدو للدو فقط. يعني عندنا 1 2 3 4 5 6 7، ماشي، وهدول مرادفات لهدول، كمان بدك تحفظهم. يعني لما تحكي بيات الري لازم انت قبل ما تعزف النغمة ببيات الري انت عارف هاي النغمة شو بتعطيك. يعني صدقا ما بدها شيء، بدها واحد بس شوي يركز، ما يفكر حاله. كيف بدي لكم؟ يعني ما يصير يضحك على حاله، والله انا شو عم بعمل، هذول كيف بنحفظوا. لا، اقعد وضل احفظهم، ضلك اعزفهم، يعني هيك ضلك قاعد بالبيت عم تعمل هيك. بالممارسة رح تلاقيهم هم انزرعوا بمخك، لأنه التكرار بيعلم. يعني التكرار التكرار التكرار، فهدول النغمات رح ينزرعوا فيك ورح تحفظهم. طيب انت بتقلي طيب انا خلص حفظت النغمات، عرفت النغمات، عرفت كل واحدة وين بتروح وين بتجي، على مقام الكرد من الري وعلى الحجاز من الري، وكل مقام عرفته وحفظته، بس ما بعرف قسم. التقاسيم بدها شوية شجاعة، هي أول شغلة. ما في شيء اسمه ما بعرف بالتقاسيم. يعني أكبر اللي عن الناس اللي عم تقسم هي أصلا ما عم تقسم تقسيمة، يعني إلا إذا كانت جملة صغيرة يقدر يكررها، بس صدقوني أي حد عم يقسم نص ساعة بس بترجع تقول له عيد لي ربع ساعة من اللي قسمتهم ما راح يعرف هم نفسهم، يعني لأنه التقسيمة ما يكون حافظها هو نقطة، إلا إذا في أغنية ضخمة يعني ومشتغلين عليها تقاسيم فبيحفظوا النقطة. لكن العازف اللي عم يرتجل ما في يكرر ولا حتى دقيقتين بنفس الإحساس ونفس التكنيك ونفس الكبسات اللي عزفهم بأول دقيقتين مثلا أو أول 5 دقائق، مستحيل. لأنه كل مرة لازم يغير مفتاح يغير جملة، وهي هي حلاوة التقاسيم، إنه التقاسيم بتخليك تتشجع وهي اللي بتبين مستواك بالعزف. ماشي، يعني مثلا رح تقول لي يا اخي طيب اعطينا امثله مثلا او ساعدنا شوي، انا بساعدكم ما عندي مشكله. الشباب عم يقولوا علمنا على الري على الري على الري، ما بده شيء الري، جدا سهل، بس حسب انت شو بدك تقسم، حسب انت شو الجو اللي حابب تعيشه. يعني مثلا انت فرحان، انت زعلان، انت متفائل، انت مصدوم، ما هي هاي هي احساسك. يعني مثلا يعني أعطيكم أنا شوية أمثلة بتشتغلوا عليهم ومنهم أنتم بتتطوروا. يعني أنت على الري أول شيء شغل الزنة من الري أو اللور أو الخلفية اللي بدكم تسمونها، هاي الخلفية هي اللي بتساعدك أول شيء لتعطيك أنت منين بدك تبلش. أنت لتبلش تقسيمة من الري لازم تكون اللور أو الزنة على الري حصرة، ولازم يكون استقرارك على الري بكل التقسيمة. يعني لازم تروح وتلف وتدور وترجع تكبس الري، مستحيل غير هيك ما بتزبط ولا بتوصل الفكرة للي عم يسمعك. لازم هو يستقر وينزرع المقام براسه، مشان حتى إذا بدك تنتقل، رح نحكي عن الانتقالات، لازم تكون تنتقل من الري. إلا إذا أنت احترفت وصرت تحب تغير من ما بدك مش مشكلة، بس مثلا يعني مثلا لأعطيكم جمل وأنتوا تشتغلوا عليها. أنا عم بعزف بإيد واحدة لأنه شايل بنتي بإيد الثانية. خليني أعطيكم مثال، مثلا بعمل ليكو
ضمن المقام ولا نطيت، راح احاول اخلي تقاسيم الجمل قريبه لبعضها، والقرارات والجوابات بنحكي عليها. شوف هاي الجمله مثلا، بالاصوات القانون والبزق لما تستقر على الري اعطيها نقره ري قرار، يعني هون تقلب الزمنه للفا. برجع للري مثلا، هاي المقدمه عفوا، شفتوا مفتاحين بيعملوا لك نغمه حلوه. انت لا تعطيها احساسك، لازم تلعب بين القرار والجواب. خلص يا بابا، عرفتوا؟ لازم تلعب بين القرار والجواب. القرار اللي هو من نص الاورك وعلى اليسار شمال، والجواب اللي هو على اليمين. يعني هون نحن بالقرار بدنا فورا ناخذها ضمن التقسيمه للجواب. كيف؟ هيك يعني، هاي مو تقسيمه، عم بعلمك كيف انت بتطلع امثله لتحفظ الجمل. يعني انت بس طلعت معك جمله ولقيتها حلوه لازم تثبت عليها، تحفظها لو كررتها، معليش بس تحفظها. يعني عجبتك هاي مثلا، خلص احفظها مشان ضمن التقاسيم ترجع تكرر حركاتك اللي انت تميزت فيهم او اللي انت اكتشفتهم. الصغيرة ما بتقدر يعني إلا برجلها تنكش الشغل. خلص يا بابي، بدك تنتقل لمقام ثاني مثلا، بدنا ناخذ كورد الري مثلا. يعني نرجع نحن للبيات، وكيف بدنا ننتقل للكورد؟ نحن مثلا عم نقسم أي شيء على البيات، بس انتبه لازم ترجع تستقر على الري حصرا. مثلا نحن عم نشتغل هيك، بدي اعطيها فورا كورد مثلا، يعني هذا مثال فيك تاخذها انت. فيك تاخذها مثلا انت بس استخريت هون، بدك تنتقل على الصبر ري اللي هو هيك. يعني انت كنت على البيات او على الكورد مثلا، شو ما كنت عم تقسم بدك تعطيها صبر. شو انا عم قسم لكم باصبع واحد لتعرفوا انه الموضوع جدا سهل، وما هو كله هذا بيطلع معك عفوي، يعني ما في شيء، بس بدك تعرف بالتقسيم ما في شيء اسمه هذا الحكي، مش موجود. التقسيمه بدها تكون رايقه جدا وهاديه جدا، في مطرح فيك يعني باماكن ومطارح فيك تستعجل، بس العجاله مي مطلوبه بالتقسيم. التقسيم لازم دائما تكون راقيه وهاديه وحلوه.
يعني مثلا اذا غيرنا الصوت، مثلا هلا بنغير الصوت، وبعطيكم مثال هلا بالوتريات يعني العود والقانون وهالشغلات هاي لازم تكون في شويه سرعه، بس سرعه كيف؟ انه استجابه ايدك اليسار مع اليمين لتنقر نفس الزر اللي عم تستقر عليه، يعني استقريت على الصوت. عرفتوا؟ فيك تضلك في حركه يعني انا بعملها. ضل مستقل على مفتاح المقام اللي انت عم تشتغل عليه وتكبس كل المفاتيح، يعني مثلا عم نشتغل على الصبا. ما بعرف شو بدي احكي لكم عن التقاسيم، يعني ما في شيء مميز فيها. هلا مثلا خليني اشتغل على هذا الصوت لحطيت لكم اياه جديد، رح انزله ان شاء الله بكره، بس لانه شوي مريض والله ما نزلته. هذا السيت او الصوت هذا اللي رح نزله ل 800 و600 و700 جدا رح يساعدكم لتعرفوا احساس التقاسيم. نحن حكينا انه بيعطيك احساس البيتش باند، بس رح افرجيكم شو بيعطيكم بالتقاسيم. مثلا عبيات من الري، التقسيمة لازم هيك تكون جدا رايقة أول شيء وهادية وتطلع إحساسك فيها، لأنه بس تستعجل يا لازم تكون عم تعزف نوطة أو عم تعزف سماعي على أغنية أنت حافظها، بس التقاسيم أنت مانك حافظهم عم ترترجلهم، فاشتغل شوي شوي عم يتمهلك، ما حدا راكد وراك يعني. خد معها حجاز، شوفوا انا عم اشتغل بيات لكن باخذ معه حجاز. بدك تاخذ منها كورد مثلا، اعطيتكم الحركة. اول حركة اللي قلتلكم اياها باول فيديو، او هاي مثلا. بيبي؟ ما في بيبي هلا عم نصور.
صراحة ما بعرف شو بدي أحكي يعني، ما هذا الموضوع الوحيد اللي ما فيني يعني، كل واحد حسب تمرينه، ما لكم حسب إحساسه، ما في شيء اسمه إحساس يعني. هلا بالبداية الإحساس بيطلع بعدين، لكن كبداية يعني أنت حاول تعمل شيء يعني، أنت اشتغل جهدك، يلا بقى حاول اشتغل جهدك وبعدين امشي على موضوع الإحساس، وبعدين امشي على موضوع إنه تطرب العالم. أول شيء شوف التقاسيم اللي حلو فيها إنه أنت بتقيم نفسك، ما في حدا إلا بيعرف حاله بس يقسم. سجل تقسيمتك، اسمعها، شوف الغلط وين، أنت نشزت وين، ارجع عيدها وصلح عليها شوي. يعني أنت بتعرف حالك إذا كبست هالمفتاح فيه غلط مو مكانه، أو مثلا تطلع معك غلط، خلص أنا بحفظ إنه هذا المفتاح ما لازم أدعس عليه بهذا المقام وبهاي التقسيمة وبهذا المكان. لكن أنا بدي مثلا بدي أنتقل من القرار للجواب، شوف ورجعت للري، دائما بدك توقف على الري. اذا نبلش من بياض صول تنتهي بالصول، اذا نبلش من كورد المي تنتهي بالمي، مهما كان المقام مهما كانت التقسيمة، المفتاح اللي بتبلش فيه هو نفس المفتاح اللي تنتهي فيه. فهمتوا علي؟ ان شاء الله تكون هيك وصلت 1% من الفكرة، مو شرط 100% يعني، 1% بكفي نكون اشتغلنا شيء يعني. راح ضلك اترككم من هاي الدروس، بس ان شاء الله بدي ماني عارف اعملكم هيك يعني اعداد للبرنامج صراحة، يعني شو بدي اعملكم برنامج عنها يعني هاي التقاسيم. الاغنية انا بقسمها مثلا قبل ما اصورها بكون عارف كل شي بدي احكي، بس بالتقاسيم ما بتعرف شو بدك تحكي يعني. هاي بابا شو يا بابا؟ اوكي يا شوفت إذا حافظ أغنية قسمها، يعني كيف المطرب لما يعمل موال للأغنية نفس الشيء أنت عملها. يعني كيف رح نستفاد من أغنية حافظينها مثلا بالتقاسيم؟ يعني الأغنية لا تعزفها كعزف النظامي، عزفها كتقسيمة يعني كموال. تخيل حالك أنت عم تغنيها مثلا، يعني لكم مثال كلكم حافظينه، مثلا ناخذ شيء لفيروز، أنا بحب هاي الأغنية يعني. سألوني الناس مثلا، أو أي أغنية يعني، أنت مو شرط مع الإيقاع الصعيدي تيجي تشغل الصعيدي وبدك تقسمها، ما راح تزبط. خليك على اللور، خليك على الزنة، ماشي، كأنها موال. انسى فيروز وانسى العالم كله، أنت حافظ الكلمات وحافظ اللحن، هي بيات ري مثلا، أنت بلش قسمها كأنها موال، لا أنت تعرف هذا اللحن كيف ماشي، وهي هاي بتنفعك بالتقاسيم يعني، بصير انت حافظ الجمل اللي فيها، حافظ كم شغلة فيها. فهمت علي؟ يعني هذا يخليك تتشبع بالتقاسيم وتتشبع باللحن. يعني مثلا كلمة سألوني الناس، يعني هيك، هي هيك بالعادي يعني من هون لهون، خدوها بموال. على مهل عزفها، شو ما كان الصوت اللي عم تشتغل عليه، سألوني الناس
مثلا فحكينا يعني اي اغنيه انت حافظها فيك تحولها شوي هيك لتقاسيم موال تشتغل فيها على مهلك لحتى تحفظها انت وتحفظ الجمل اللي فيها. ما ناخذ مثال ثاني، مثلا اغنيه بدي اشوفك اليوم يا حبيبي، يعني مثلا اعزف اي اغنيه بهالطريقه مثلا. كيف؟ وهذا هو كل شيء. وإن شاء الله برجع بعمل لكم درس ثاني، درس ثالث ودرس عاشر، بضلنا عم نحكي لحتى تتحسنوا، وعم نتحسن معاكم إن شاء الله. يعني أنا لسه ما عندي تقاسيم الخاصة ولا عندي روح بالتقاسيم الخاصة فيني، يعني بس بخلص حالي، لا بطلع حفلات أنا ولا شيء، بعزف في البيت أنا دائما لأنه بعزف لحالي، فبلاقي حالي منيح ماشي الحال الحمد لله رب العالمين. ما بسمح لحدا يقيمني مبدئيا، ليش؟ لانه انا ما وصلت لمرحله انه انا انزل اعزف للعالم يعني، فببيتي والامور ماشيه تمام الحمد لله رب العالمين. ويمكن الناس اللي شوفوا الفيديوهات اللي باول القناه راح تعرفوا انه انا قديش تحسنت، يعني رجعوا لسنتين او سنه من اول القناه راح تشوفوا انه كان في فرق كبير. انا ما كنت اعرف اعزف مع الايقاع، كنت اعلم الناس، ليش؟ قد ما كنت مقهور انه ما حدا بيعلم، انه فقلت يلا انا بدي اعلم الناس حتى لو ما بعرف. فشوي شوي 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 شوفوا من اول فيديو لليوم يعني كنت 0%، هلا الحمد لله 50% 60% 100% ما في حدا اصلا، يعني هو التوب بيكون 80%، فان شاء الله نوصل نحن لل 70% وما بدي اكثر من هيك. يعني حفلات ما بدي امشي حفله ولا بدي امشي شيء ولا بيهمني اصلا، يعني فبالاخير عم نتسلى. يعني انا بيهمني انه انا مبسوط بعزفي وما بيهمني حدا تاني، وانت كون هيك اهم شيء تكون انت مبسوط بعزفك رح تلاقي حالك تتحسن. لا تسال فلان شو رايك وفلان شو رايك، العزف منه مخبى، انت بتعرف عزفك اذا حلو ولا لا. رجع اسمع عزفك، سجله واسمعه، بتعرف حالك اذا كنت منيح ولا لا. لا تخلي حدا يقول لك ما بتعرف تعزف، لانه كلياتنا كنا ما نعرف نعزف، وشوي شوي 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 الامور تمشي. الا للناس اللي ناويه تنزل حفلات، ايه خذ راي العالم مو مشكله يعني، لكن لا تخلي رأيهم يأثر عليك. خلص انت بتعرف حالك منيح ولا مو منيح، واذا كنت مانك منيح وحدا قال لك منيح وصدقت بتكون غلطان. خلص امشي، انت بتعرف حالك غلطان غلطان، شغلك صح شغلك صح. يلا وان شاء الله تكونوا استفدتوا شيء، وشكرا لكم.